ربنا يخليك يا فندم. انا بأحييكم، ربنا يكرمك، بحيي ألترة الاهلي، وبرضو على جانب اخر بحيي ألترة الزمالك طبعا. واحنا بنقول الماتش بتاع بكره، انا ليا كلمتين صغيرين احب اقولهم. يا ريت يا فندم نسمعهم كلنا كده، كلنا اذان صاغيه لحضرتك. ان شاء الله. اولا انا بقول ان ماتش الاهلي والزمالك ده بكره ده ماتش مصر وليس الاهلي ولا الزمالك. تمام. عايزين نخلي الماتش ده هو المثل الاعلى لينا كلنا والمثل الاعلى لشباب مصر، شباب الثوره، الشباب المحترم اللي قام بعمل مؤمن بيه، وياريت هذا العمل يكمله في أعمال الأخرى وفي جميع المناسبات. تمام. بكرة احتفال. يعني إيه احتفال؟ طول عمرنا بنحب ماتش الزمالك. ده أهلاوي ده زملكاوي، كلنا بنؤمن إن ماتش الأهلي والزمالك هو قمة لوحده وليس دوري وكاس. هو الماتش ده الوحيد اللي دايما الناس بتحط له الاعتبارات، وبنفرح وبنجيب سواء في الاستاد كلنا بنجيب الاعلام ونتزين والى اخره. البيوت بيبقى عادات واسر ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل. بالظبط. فكيف نجعل من هذا اليوم عيد وفرح؟ انا عايز اسميه ده اليوم المصري او الفرحه المصريه او اليوم الذي نحتفل به تمام سويا بيوم جميل بيجمع الاهلي والزمالك في توب جديد. سيبك بقى من عالم الاهلي الاحمر وعالم الزمالك الابيض، يا ريت نشكل الاحمر والابيض ومعاهم الاسود نخليه عالم مصر. يا ريت كلنا نحتفل ونقول عالم مصر فوق الجنه. بص يا استاذ محمد، الناس كلها متوقعه ان تحصل مشاكل في الماتش. بالظبط. وان الناس بره بتبص لنا ان الشعب المصري والشباب المصري في ماتش الاهلي والزمالك هيبقى فوضوي. انا عايز اقول ان احنا مش فوضى. صح. احنا مصريين، والمصري دايما ما يبانش الا في الشدائد. مظبوط. احنا عايزين نقول ان شباب مصر كله قدوه، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. يا ريت بكره المدرجات كلها، معلش في الابيض والاحمر عشان تشجيع، يا ريت بكره نقول مصر 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 مصر. الحاجة الثانية، نظهر للعالم كله ان احنا ناس محترمين وعلى مستوى عالي جدا من الاخلاق، الاخلاقيات اهم كل حاجة. تمام. ونقول لهم ان احنا مصر في امان. ما احنا هنشجع السياحة ازاي والاستثمار ازاي يا استاذ محمد؟ صح يا فندم. نقول صح. لهم احنا اهو ما تخافوش، احنا اهلي والزمالك. مين ياخد الدوري؟ ما ياخد ايا كان. مين اللي يكسب؟ ما يكسب. هو اللي يخسر، اللي هيخسر بكرة هيموت، ولا اللي يخسر بكرة دي اخر ماتش ولا اول ماتش؟ لا 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 لا، احنا 107. خلي بال حضرتك. احنا ما بنقولش تاريخ بقى اهلي وزمالك، احنا بنقول يا جماعه ان عايزين نكون مثل وقدوه للعالم، ونقول له ان مصر امنه، وان شعبها اللي عمل الثوره هو اللي بيحضر ماتش الاهلي والزمالك، وهم دول الحلوين. ما فيش لا بلطجه ولا في استهلال بالامن، ولا في الشتيمه والكلام اللي مش حلو، ولا في تصفيه الحسابات بين فريق واخر اطلاقا. احنا عايزين نتمتع. أنا عايز أبقى في الاستاد أو في البيت قدام الشاشة أتمتع وأمتع العالم جنبي وأعمل ماتش ما حصلش. بص بقى، مش عايزين يبقى فيه حرج للأمن. بالظبط. ولا حرج للقوات المسلحة، ولا حرج للناس اللي موجودة المسؤولين. ليه؟ أنا موجود في الماتش، لقيت الماتش حلو هتمتع معاك، لكن لو حصل المشكلة طب مين ضد مين؟ معلش يعني الولاد، يعني الشباب بتوع الاهلي، شباب مصر ضد بعض، ضربوا بعض، هنحوش مين عن مين؟ صح. احنا كلنا مصريين. صح. انا بأناشد جمهور، على فكره انا عضو في الزمالك وعضو في الاهلي. يعني ايا كان بقى انا بحب بشجع مين مش قصه، لكن انا بقول لك اقسم بالله انا معايا عضويه الاهلي وعضويه الزمالك. تمام. اذا مفيش فرق بين موضوع ان انا اهلي، انا اهلاوي اشجع، انا زملكاوي اشجع. تمام. التشجيع ده روح، عايزين الروح الرياضيه اللي تغلب علينا ان شاء الله. انا اناشد الاعلاميين والتراث الزمالك والتراث الاهلي ان احنا كلنا مصريين. صح. مصريين، ونضرب القدوه والمثل الاعلى للعالم كله ان الشعب المصري واحد، والشعب المصري في وقت الشدائد بيكون واحد. صح. مش هنخلي مباراه تفرقنا. طب لو الزمالك كسب يا سلام هشجعه واقول ايه الجمال ده، لو الاهلي كسب اهلا وسهلا،
احنا ما بنقولش مين اللي ياخد الدوري ولا مين اللي يطلع، ما اللي ياخد ياخد. صح. هو الاهلي لو خد الدوري الدنيا ايه؟ هم في المنتخب ما بيقعدوا يسهروا مع بعض ويضحكوا مع بعض ويقعدوا مع بعض طبعا طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً. واحده. اشمعنى بقى في ماتش الاهلي ولا ماتش الزمالك؟ تمام. لا انا عايز اقول ان الاهلي اكبر من كده والزمالك اكبر من كده، والتراث الزمالك والتراث الاهلي انا بحبهم، واقسم بالله ان الاثنين جمهور دولت احسن واكبر جمهور في مصر ومشجعين في مصر. خلي بالك بايه؟ باكثر ولاء وانتماء لناديهم. صح. وبالتالي مش هيقل اكثر انتماء وولاء لمصر. ده في نقطه يا سياده اللواء بعد اذن حضرتك، يعني والاثنين كانوا موجودين في الثوره مع بعض. اه طبعا. وحضرتك تعلم جيدا ان التراس اهلي مع التراس زمالك كان ليهم دور كبير قوي في مواقف كتير قوي كانت حساسه جدا وكادت ممكن كانت تؤثر على الثوره، لكن الاثنين دول بالذات كانوا مؤثرين قوي وكانوا واقفين مع بعض ايد واحده. وما ننساهمش في الماتش الماتش مع تونس. اه. الزمالك والاهلي. الله. مظبوط. وبعدين لما بيقعدوا مع بعض في ماتش قومي، لما بيكون في ماتش لمصر كله بيبقى مع بعض. كله مع بعض. كله مع بعض. جنب بعض والابيض جنب الاحمر. صح. اشمعنى يعني؟ انا عايز بقول احنا هنقول بكره ان شاء الله، يا ريت اتمنى في يوم من الايام نتعود ان ما نخليش جندي امن في الملعب. يا ريت يا رب يا ريت جندي امن ما يقعدش في الملعب. نتمنى احنا اللي نحرس نفسينا بنفسينا. صح. انت هتبوظ الكرسي ده لمين؟ وهتضرب مين وتضرب وتشتكي؟ هقول لك يا جماعه احنا اكبر. الو. ايوه يا فندم مع سعادتك. احنا اكبر من كده. طبعا. احنا اكبر من كده، واعتقد ان ان شاء الله بكره هنفرح بالجمهور اكتر ما هنفرح بالماتش. طب سياده اللواء اسمح لي يعني، طب هل ممكن حضرتك تدينا كده صوره مبسطه عن الترتيبات الامنيه عشان برضو يبقى الجمهور اتوجهت له كل النصائح وكل الارشادات بحيث ان احنا بكره ان شاء الله زي ما تقول حضرتك كده يبقى الكل ملتزم. انا بقى مش هقول لك ترتيبات امنيه. انا مش هقول لك ترتيبات امنيه. طيب يا فندم. الترتيبات الامنيه مننا احنا. اه. احنا اللي نكون خايفين على الامن. انا مش هقول لك هيبقى فيه ايه ولا يبقى فيه ايه ولا يبقى ولا ممنوع ايه ولا تقول ايه. لا حضرتك خش بالاكل بتاعك، خش بالميه بتاعتك، لكن ما تخشش بطوب ولا عصايا ولا شماريخ ولا يعني عايز اقول ايه؟ احنا يعني على التشجيع انت حضرتك بكره مانع الشماريخ يا فندم؟ ها؟ اه طبعا عيب. واحنا اللي هنامن انفسنا. تمام. احنا اللي هنامن انفسنا. تمام. وعايز الامن يكون نابع مننا. انا ما اخافش، انا مش جبان، الجمهور بتاعي مش ما يخافش. انا ليه اخاف؟ هو انا لازم يقولوا لي الغلط فين او عشان ما اعملوش؟ لا انا عارف الغلط كويس. انا عايز اقول ان احنا ايه اللي هنامن نفسنا بنفسنا. طب انا انت وقعت في المدرج، مين اللي هيامن الكرسي اللي بتقعد عليه؟ هجيب لك عسكري يامنه لك انت اللي تحافظ عليه. إيه معلش لو في ايدك ازازه ميه وعايز تحذفها في حته ثانيه على واحد وانا هجيب لك واحد يمنعك؟ لا لا لا. انا عايز اقول يبقى يعني انت قصد سعادتك ان القرار يبقى نابع من جواك انت، من جوايا انا. وخلي بالك الانفلات الامني، ما فيش انفلات امني. هو هناك قد يكون انفلات اخلاقي وده مش هيحصل ان شاء الله. مش عايزين انفلات اخلاقي، لان واعتقد ان انتوا يا فندم والشرطه لن تسمحوا بده، لان ده بكره يعني ما ينفعش فيه الكلام ده اصلا، فانتوا يعني كجيش وشرطه لن تسمح بده اصلا. يعني انا ما فيش سماح بالعنف ولا بالتعدي ولا بالانفلات الامني. تمام. ولكن انا عايز اقول ايه؟ كل ده الامن يبقى نابع مني انا. انا نابع مني انا كمواطن، نابع مني كجمهور، نابع مني كمشجع. خلي بال حضرتك انا اللي اعمل كده. ما بقاش مستني لما واحد هيعاقبني او ما خاف مني. تمام. يعني انا ماشي في المرور في الشارع لو مشيت غلط هاخد غرامه. صح. طب ليه امشي غلط؟ ما انا عارف ان لو مشيت غلط اخد غرامه، يبقى من جوايا انا ما امشيش غلط. وبالتالي عايزين نفرح يا جماعه. أوه. احنا محتاجين للفرحه. صح. ومحتاجين للسعاده، ومحتاجين ان احنا نحافظ على اقتصاد البلد. خلي بالك دي نظره مستقبليه لقدام. ده صح كلام حضرتك. لما تلاقي الملعب كويس. صح. مصر في امان، مصر في استقرار، هتلاقي في سياحه وتلاقي الدنيا كلها بتتفرج على الماتش يا فندم. على الاقل على الاقل يا فندم الاستثمارات العربيه، الوطن العربي بالكامل بيتفرج على المباراه بشكل رهيب جدا. وبعدين خلي بالك بقى كل اهالينا في اوروبا، في اوروبا كمان بيتفرجوا علينا. مظبوط مظبوط. لما الماتش بيطلع حلو بياخدوا بعض بالحضن. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اهلي وزمالك ايه؟ ما انت بتلاقي الاب اهلاوي مثلا وابنه زملكاوي. ده عادي كده. الاب زملكاوي وابنه اهلاوي. هيضربوا بعض في البيت يعني ولا ايه؟ ده ليه يا استاذ محمد؟ يا فندم لو في البيت هم قافلين على نفسهم مفيش مشكله، المهم ما يخرجوش بره. نحن خليط بين الابيض والاحمر، واحنا كلنا
شعب واحد، واحنا ان شاء الله من السنه نتمتع ونفرح ان شاء الله. وان شاء الله كده الاعلاميين بالاسلوب الهادي الجميل الممتع صح. بدون استفزاز صح. او تسخين ان شاء الله يا فندم او تسخين وان شاء الله باذن الله حقه ودي الاهل حقه صح. وفي الاخر احنا حبايب واحنا ولاد مصر. وان شاء الله يا فندم بعد المباراه ثاني يوم ان شاء الله هتصل بحضرتك وهبارك لك باذن الله يا رب. على المباراه وهبارك لك على الجو اللي هتقام فيه المباراه، وهعرف اذا كنت اهلاوي وزملكاوي عشان اذا كنت بقى ابارك لك ولا اقول لك هارد لك بقى، الله اعلم بدي بقى. ايا كان انا مش هقول عشان ما حدش يسعد مني. لا ما انا هعرف منك بس بعد الماتش ان شاء الله. انا مش هقول عشان ان انا في المواقف دي انا زملكاوي. انا في المواقف دي زملكاوي لكن ان شاء الله ربنا يطمنك ويطمنا كلنا ونعيش حياه فتره ساعة ونص من أمتع بإذن الله. الساعات الكروية الرياضية، ودايما اللي بيحب الكورة هو اللي بيبقى عنده روح رياضية إن شاء الله. الجميع يكون عنده روح رياضية بكرة إن شاء الله يا رب يا فندم. وأنا شاكر لسعادتك جدا وشاكر لوقتك، ربنا يخليك ربنا يكرمك، وشاكر لوقتك جدا وشاكر إنك اختصتنا في قناة النادي الأهلي بهذه المداخلة. سيادة اللواء إسماعيل عثمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شكرا جزيلا لحضرتك، وأتمنى تكون الرسالة وصلت. أحب كل واحد فيكم يقول لي تعليقه على هذه المداخلة. أبدأ بأبو علي. والله يا محمد يعني من كلام سياده اللواء احنا حاسينه كويس قوي، وعارفين يعني مسؤوليتنا احنا على الاقل في المدرج طبعا، وعارفين ان احنا يعني بكره عندنا يعني على عاتقنا زي ما بيقولوا مسؤوليه كبيره، دور كبير. الكلام ده انا قلته امبارح وكلمنا والله كلمنا الناس اكتر من مره، وقلنا يا جماعه الماتش بكره في كل يعني بكل النتائج، يعني احنا عندنا ثلاث نتائج، اي نتيجه منهم ولا تاثر فينا في اي حاجه، احنا هنخلص الماتش ونخرج زي ما سياده اللواء كان بيتكلم عشان خاطر يعني